والمداد المداد يا رسول الله، وسقينا بالمداد يا حبيب الله. والمداد المداد يا رسول الله، وسقينا بالمداد يا حبيب الله. اللهم صل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم فيديو جديد وشهيوات جداد. اليوم ان شاء الله بنحضر معكم نشارك معكم التحضيرات الأسبوعية اللي حضرت لأسبوع كامل. عندي هنا ثلاثة الأشكال ديال الفطائر، عندي هنا بسطيلة ديال الدجاج بحشوة اقتصادية وبدون عجين بدون ورق ديال البسطيلة، وكذلك الكيكة ديال التفاح والشوكولاتة. بالنسبة للعجينة ديال الفطائر كتجي روعة وشيشة بزاف، يمكن لكم تعتمدوها في أي نوع ديال الفطائر عندكم. كما كتشوفوا هنا غادي نحتاج 4 ديال البطاطات. انا غادي نحاول نسرع الفيديو باش ما يجيكمش الفيديو طويل. وبالنسبه للمقادير غادي نكتبها لكم بطبيعه الحال في صندوق الوصف. هنا غادي نحتاج واحد الكاس ديال الحليب يكون دافي، نصف كاس ديال السكر، معلقه كبيره عامره ديال الخميره، خميره ديال الحلويات من فئه 8 غرام، جوج بيضات، ومعلقه صغيره ديال الملح. غادي نحتاج كذلك كاس الى ربع ديال الزيت. ملي كنجمع هاد السوائل كلها هي، دابا غادي نبدا نضيف الطحين شويه بشويه حتى غادي تحصلوا على واحد العجينه بحال العجينه ديال الخبز، ولكن ما تكونش قاصحه وما تكونش كتلصق في اليدين. تقريبا هنا باش يجمع ليا هاد الكميه هادي ديال السوائل غادي تقريبا نحتاج واحد كيلو ديال الدقيق، قل تقريبا واحد نص كاس ديال العنبه. يعني كيبقى دائما على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم. المهم ان العجينه ما تكونش كتلصق في اليد، حيت الا جاتكم هاد العجينه خفيفه غادي يتفشوا هذوك الفطائر ديالكم بحال الشكل ديال الكيك. يعني الا كنتو مقلل الطحين غادي يطلع واحد الوقت ومن بعد غادي يتفش لكم. اذا باش نتفاداو هاد القضيه هذه، كما كتشوفوا العجينه تكون رطبه وما كتلصقش، وغادي نخليوها تخمر يعني على حسب الجو. هنا من بعد ما ضعف ليا الحجم ديال العجينه، هنا بالاستعانه بالقلي انا كطرخه مازال مع الخميره، انا غادي نقسمها على ثلاثه وغادي نبدا نشكل الفطائر ديالي. غادي نبدا بالخبيزات الصغار. اول حاجه غادي ناخذ، يمكنكم ديروهم على شكل قرص، انا درتهم غير هكا على خبيزات هكا صغارين الفطور. بالنسبه للقسم الثاني غادي نحضر منه الليشنيك، غادي نسرح القطع الثانيه وغادي ندير هنايا لا كونفيتور او اي ولا عندكم لا كريم باتيسير يمكن لكم ديروها، يمكن لكم ديروا البيبيتي ديال الشوكولاته. انا اكتفيت هنا غير بالكونفيتور، يعني باش كنشكلوا من هاد الفطائر زعما كننوعوا من هاد الفطائر هذه، وما كنبقاوش نديروا غير قياس واحد. صافي هنا قطعتهم غير بالموس وغادي نديرهم في واحد اللاطه وغادي نخليهم باش يخمروا. هنا غادي ناخذ القطعه الثالثه وغادي ناخذ هنا القليل ديال الزبده ديال التوريق اللي غادي نذوبها شيئا ما، ملح البارد راه كتشوفوا كيفاش كتجمد ليا بسرعه. غادي نحاول نرقق العجين تقريبا واحد سنتيم، وغادي نشكل واحد الدائره كبيره اللي غادي نقطعها الى مثلثات. وهنا كنبدا نحضر لي كرواسون ديالي وانا تنعمرهم بالشوكولات. هنا من بعد ما خمروا لي الخبيزات ولي شناك ولي بتي بان ديالي او بالكرواسون، انا دهنتهم بالقليل من البيض، الخبيزات درت لهم زنجلان، وبالنسبه لي شناك درت لهم رقائق ديال اللوز، وهاد لي كرواسون حتى هما درت لهم رقائق ديال اللوز وكندخلهم يطيبوا. هنا غادي ندوزو باش غادي نحضروا هاد الكيكه اللي كتجي لذيذه بزاف وكيجي المذاق ديالها مغاير. غادي نحتاج ليها 3 ديال البيضات. المكونات غادي نكتبها لكم كلها هي في صندوق الوصف. هنا غادي نحتاج نص كاس ديال السكر، واحد القبصه ديال الملح، غادي نطرب ما نحتاجش كاع طرب الكهربائي، غادي نطرب غير باليد ديالي يعني غير بالطرب اليدوي عفوا حتى كيذوب ليا السكر تماما مع البيض. ثم كنضيف هنا نص كاس ديال الزيت بقياس ديال كاس العنبه، واخا كتشوفوا داك الكاس اللي درت ولكن نص ديال الكاس ديال نص كاس ديال العنبه.
ثم هنا غادي نضيف هذا الياغورت هذا بالنكهه ديال املو كيعطيها واحد المذاق زوين. كيف يمكن لكم تعوضوه بالدانيت بالكريم كراميل الا كان متوفر عندكم. صافي هنا غادي نضيف واحد جوج تفاحات صغار اللي محكوكين، ضروري نخليهم نحكوهم حتى لاخر لحظه باش ما يكحلوش لينا. بالنسبه لهذا الكيك هذا كيجي المذاق ديالو كريمي من الداخل، لان هذاك التفاح ملي كيطيب كيجي بحال اون كريم في الوسط ديالو. صافي دابا هنا غادي نضيف واحد الملعقه كبيره ديال الكاكاو، بالنسبه للدقيق غادي نضيف جوج ديال الكؤوس، غادي نضيف الكاس الاول وغادي نحرك وعاد غادي نضيف الكاس الثاني. دائما الدقيق ما تضيفوش دفعه واحده، وغادي نضيف كذلك جوج اكياس ديال الخميره. اذا هذا ما كتشوفوا هذا هو القوام اللي تحصلنا عليه ديال الكيك. هنا غادي نديروا في هذا القالب هذا مستطيل، وكطيبوه الفرن من الفوق من التحت باش كيجيكم هذاك الكاطو ديالكم تيجي عالي. صافي هنا بعد ما خرجتو انا قلبته هنا على الجهه المسطحه لان بغيت ندفيو نذوقو بالشوكلاط. هنا غدو درت شويه ديال الحليب الدافي وزدت عليه الشوكولاته وشويه ديال الياغورت، وتعطيني بحال الشكل ديال لاكاناش، يعني هذاك الشكل ما تيجمدش ولكن تيجمد وتيبقى كريمي تيجيش قاصح فوق الكيك. صافي التزيين كيبقى لكم الاختيار. وانا درت له شويه ديال الكونكاسي ديال اللوز، دابا غادي ندوزو باش غادي نحضرو البسيطلات اللي كيجيو اقتصاديين وسهلين في التحضير. هنا غادي ناخد واحد ثلاثة ديال البصلات اللي شلطتهم رقاقين. هنا غادي نضيف واحد السطر ديال الدجاج وواحد الطرف ديال الرجيلة باش ما يجيناش هذاك الدجاج ديالنا ناشف. غادي نضيف قزبر معدنوس، واحد الضمة ديال الزعفران، غادي نضيف القليل ديال الملح، كيبقى دائما الملح على حسب الذوق، شويه ديال البزار، السكنجبير، وغادي نضيف كذلك شويه ديال الخرقوم بلدي. يمكن لكم تضيفوا حتى شويه ديال التحميره واحد الراس ملعقه انا ما ضفتهاش. وغادي نضيف هنا عويدات ديال القرفه، ما كنستعملوش الثومه في هذه الوصفه هذه. وهنا غادي نضيف زيت الزيتون، كميه شويه زايده ديال الزيت لان داك الزيت غادي نحتاجوه. كما كتشوفوا المريقه ديالنا بعد ما وقفات في داك الزيت ديالها غادي نصفيه وغادي نحتفظ بهذاك الزيت لانه هو اللي غادي ندهن به هذوك البسيطلات ديالي من الفوق في عوض الزبده. وغادي تبقى عندي غير هذيك البصيله بوحديتها اللي غادي نضيف لها هنا ثلاثه ديال البيضات، وضفت كنحققوا يعني القياس ديال الملح يعني تصحيح الذوق، وغادي نضيف كذلك شويه ديال القرفه، معلقه ديال العسل كذلك باش نعطيو شويه ديال الحلاوه. الا بغيتو تضيفوا سكر كلاصي يمكن لكم تضيفوه. صافي بعد ما كيطيب ليا هذا البيض هذا وتينشف هنا من السوائل، تكون ضفت عليه هذاك الدجاج اللي قطعته طريفات، وضفت شويه ديال الكونكاسي ديال اللوز اللي خلط كل شيء مع الحشوه، وغادي نخليها تبرد وندوزو باش غادي نحضروا العجينه اللي غادي نعمروا بها هذه الحشوه هذه. هنا غادي نحتاج فقط عندي هنا 400 غرام ديال الدقيق اللي غادي نضيف له القليل من الملح فقط. اذا هذا هما جوج مكونات، وغادي نعجنوا بالماء عادي ديال الصنبور. بالنسبه لعيد تنحصلوا على واحد العجينه اللي ما تكونش كتلصق في اليدين، كتكون رطبه وما كتلصقش، يعني يكفي اننا غير غادي نجمعوه شويه هكا بالماء
بلا ما كنحتاج اننا تندهن هنا نقي شويه ديال الزيت من الفوق ومن التحت، وكنديرها في واحد البلاستيكه وكنخليها ترتاح. اذا هنا من بعد ما ارسح لي العجينه غادي نقسمها هنا لثلاثه ديال الكويرات. تنخليهم يرتاحوا للمره الثانيه، وتناخذ كل كويره بوحديتها وتنسرحها هنا غير بالقليل ديال الزيت في المرحله هذه. كما كتشوفوا العجينه راه كتسرح بكل سهوله، ما كتقطع ما والو، كنسرحوها رقيقه باش كتجينا مقرمشه هذيك العجينه ديالنا. وهنا كناخذ شويه ديال الزبده وكندهن بها. هنا استعملت الزبده ديال العلب، وغادي نبدا نطويها هكا بشكل مربع بحال كي كنطويو المسمن ديالنا، وتنخليهم كذلك يرتاحوا للمره الثانيه. هنا من بعد ما ارتاحوا ليا المربعات غادي ناخذ كل مربع بوحدو وتنحاول نبسطو ما يجيش غليظ. ملي كتكون العجينه مرتاحه والقوام ديالها زوين راه كما كتشوفوا راه كتعطيكم الطوع. هاد العجينه هذه ما تحط ما يمكنش تحط ما نحضروش بها غير بسطيله بوحدها، يعني نحضروا بها بزاف ديال الفطائر تما المالحه. وهنا كنبدا نقسم، يعني كل مربع غادي يعطيني تسعود ديال البسطيلات. هنا غناخذ غير واحد الغلاقه هذه ديال النوتيلا، غندير لها واحد البلاستيكه باش ما تلصقش العجينه في دوك الحواف. تنزيد البسطه شويه باش كتجيكم البسطيله ديالكم مقرمشه وما كتجيش هذيك العجينه مدقصه. صافي تنحشوهم من بعد ما بردت ليا تماما، غادي نبدا نعمرهم، والشكل راه هو موضح في الفيديو. اللي كنحاول نشارك معكم هاد التحضيرات هذه اللي كتكون مجموعه هكا، لان كتعطيكم حتى افكار للكوتي وشي حاجه اللي ما تشدش لكم الوقت بزاف، وكتبقى دائما كافكار او كاقتراحات كتاخذوا منها اللي عجبكم. كما كتشوفوا ملي كيكونوا هاد المربعات عندنا صغارين راه ما تتجمعش لينا، ولا كانت كتجمعات لكم شي ديال العجينه من الوسطى كتنقصوها، ولكن في هذا القياس هذا كيجيو هما هادوك. هنا من بعد ما شكلت البسطيلات ديالي غادي ندوز دابا باش ندهنهم، غادي ناخذ هذاك الزيت اللي تبقى لينا من الحشوه واللي صفيناه، تنستغلوا بحال هكا وتندهنوا بهم هاد البسطيلات هادو. الا ما عجبكمش هذا اللون هذا راه يمكن لكم تضيفوا شويه، راه ما تيبانش في الطياب، كتضيفوا شويه ديال التحميره باش كتهرسوه، اولا شويه ديال الصوص الصوجا. انا اكتفيت انني ندير لهم غير هذا الصوص هذه. صافي تندهنوا هاد البسيلات كلهم، الفران راني درتو كيسخن. بالنسبه للسر باش ان هاد البسيلات هادو يجيوكم مقرمشين، كتسخنوا الفران على عافيه عاليه، وملي كتبغيو تدخلوهم تتشعلوا عليهم من الفوق ومن التحت، وكتهبطوا من درجه ديال الحراره باش كيطيبوا على خاطرهم وتيعطيوكم ديك التقرميشه. قبل ما كندخلهم الفران كنتكهم هكا بواحد الكوردون باش ما غاديش يتنفخوا ليا وتبقاو محافظين على الحجم ديالهم. كما كتشوفوا الشكل ديال البسيطلات ديالي، انا خليت لكم الصوت باش تسمعوا القرمشه. وهنا كتبقى غير طريقه ديال التزيين باش زينتهم هنا بشويه ديال السكر كلاصي، كيبقى لكم تزيين اختياري ولكن كتبقى كفكره. اذا هادو هما الاشكال الجماعيه ديال الفطائر اللي حضرت معكم، كيجيو خفافين خفافين، غير جربوا هاد العجينه راه كتجي من ألذ ما يكون. وهاد الكرواسون هذا ما كتجيش فيها الزبده بزاف، تجي خفيفه وخاويه من الداخل، ما تجيش مدقصه وتبقاو رطبين. وعطيتكم فكره انكم تحضروا منها ثلاثه ديال الاشكال. و
غادي نقطع معكم كذلك الخبيزات هادو، راح يجيو خفافين بزاف، زوينين الفطور اولا الكوتي. انا صراحه الوليدات ديالي كيعجبوهم بزاف، داكشي علاش انا كنحضرهم معاهم. بالنسبه للكيك حنا غادي نقطعو معكم حتى هو باش تشوفوا كيفاش كيجي الحشيش من الداخل، وتيعطي واحد القوام كريمي بداك التفاح اللي داب فيه في الوسط. كيجي ارطب بزاف، وهذا الشكل ديالو من الداخل. نتمنى ان شاء الله هذه الوصفات اللي حضرت معكم انهم ينالوا الاعجاب ديالكم. نتمنى انني ما نكونش طولت عليكم، استسمح لي طولت عليكم الفيديو لانني غير باش نشرح لكم. كنقول لكم شكرا بزاف انكم استحملتوني وتابعتوني الى اخر الفيديو، والى فيديو قادم بحب.